كمان النادي الاهلي تعاقد مع كل من سلوى هارون ورانا نبيل لاعبتي نادي الزهور وسبورتنج لتدعيم صفوف الفريق الاول لسيدات السله بدايه من الموسم الجديد ان شاء الله. الجدير بالذكر ان الاهلي كان قد تعاقد ايضا مع ثنائي هليوبلس نهى اسامه شتا وفريده وائل لتدعيم صفوف الفريق. طبعا للمزيد من التفاصيل هيكون معانا على التليفون الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي. صباح الفل على حضرتك يا كابتن، اهلا بيك. صباح الفل كريم. اولا بنهني حضرتك على التدعيمات الجديده للفريق، وعايزين نعرف بقى يعني ايه انعكاسات التدعيمات دي على الفتره الجايه ان شاء الله، هنشوف من خلالها الفريق بشكل عامل ازاي وبناء على ايه بيتم الاختيار. بص يا كريم، هو احنا من ساعه الكورونا كان في بلان محطوطه اللي احنا عايزين ندعم السنه دي، ان احنا عندنا هدف بطوله افريقيا طبعا. يعني احنا رحنا احتياجاتنا ايه، احتياجات الفريق ايه، كانت البدايه اللي احنا لازم ندعم مع نهى شتا وفريده وائل. بعد كده كان عندنا المركز بتاع خمسه كان عندنا في نقص شويه، فروحنا لسلوى هارون. طبعا رجعت لنا نادين السلاعب ودي اضافه كويسه تمام. وبعد كده كانت اخر حاجه مي حلوه في مركز اربعه. يعني في البطولات وفي المباريات المختلفة مش مجرد يعني بتكونوا مركزين كمان مش بس في المباراة، وكمان بتبقوا مركزين في التقاط المواهب اللي موجودة في فرق تانية وتشوفوا مدى إمكانية ملائمتهم لصفوف الفريق الأول لكرة السلة سيدات في النادي الأهلي، يعني بتراقبوا على كل الأصعدة الحقيقة واضح كده. بالظبط بالظبط كده يا أستاذ كريم، الحمد لله يعني ربنا كرمنا تدعيمات كويسة، نتمنى يكونوا على قد المسؤولية ويخشوا مع الفرقة على طول إن شاء الله هيكونوا قدها وبإذن الله موفقين في الفترة الجاية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، صباح الفل عليك.